أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم فعلوا ما أمروا به وما وعظوا عليه وهو التحاكم إلى شرع الله، أولاً لكان خيراً لهم في الحال والمآل، وأشد تثبيتاً، هذا يثبتهم على الإيمان، ويثبتهم أيضاً على الصراط، ويثبتهم عند السؤال، لأن هذه هي دلائل الإيمان العملية. الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب، وماذا يا إخواني؟ صدقه العمل. ما تقول أنا مؤمن، أنا أحب الله ورسوله، وتدمع عينك عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يقال لك تعال لنتحاكم في المحكمة الشرعية التي فيها قاض يبين لك حكم الله وحكم رسوله، تقول لا، أنا ما أرضى بهذا، أنا أبغى المحكمة التجارية أو محكمة الأوراق البنكية أو المحكمة الإعلامية أو الاقتصادية أو السياسية أو البنك الدولي أو هيئة الأمم أو غيرها، لا أرضى بحكم الله. وين يا أخي؟ أين أنت؟ وأشدت أكان لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم، وهذه الفائدة الثالثة، من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لا يهتدي الإنسان حتى يتحاكم إلى شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهدى الإنسان ويتبين له دقائق الحق حتى يذعن ويرجع إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكمان به. قال: ومن يطع الله والرسول. بدأ المقطع بماذا؟ بطاعة الله وطاعة رسوله، عندما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم ذكر المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله، ثم جاء بالوعد الكريم: نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل ذلك الوعد. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يقول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن جرير: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. فقال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه فبشره، يعني: إن أردت أن تكون معي يوم القيامة فعليك بهذه الآية، أطع الله وأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تحب وفيما تكره، في السر وفي العلانية، في الليل وفي النهار، في شؤونك المالية وفي شؤونك الزوجية وفي شؤونك الاقتصادية والسياسية وفي كل شأن من شؤون الحياة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النعمة التامة التي يغبط عليها الإنسان
وتستحق الشكر كله، إنها نعمة الطاعة ونعمة أن تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم أعلى أصناف البشر، وقد رتبوا في الآية أيضاً بحسب مراتبهم. فابتدأ الله بالنبيين ثم ثنى بالصديقين، والصديق هو الذي يصدق ظاهراً وباطن، والذي يصدق في أفعاله وأقواله، والذي لا يؤثر منه كذب قط. إنه كان صديقاً نبياً، قالوا لأنه لم يؤثر عليه كذبة، ولأن ظاهره يصدق باطنه وباطنه يصدق ظاهره. والصديقين والشهداء وهم الذين قدموا أنفسهم رخيصة لله عز وجل، لا يطلبون إلا إعلاء كلمة الله. والصالحين وهم من صلحت أحوالهم فاستقاموا على طاعة الله واجتهدوا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقوا على ذلك واستقاموا عليه حتى لقوا الله. نسأل الله أن يحشرنا مع هؤلاء. وهؤلاء هم الذين أشار الله إليهم في سورة الفاتحة بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، أي ذلك الفضل عندما تكون مع هؤلاء، هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأبرار الأطهار، هذا هو الفضل من الله. ولذلك إذا سألت الله فضله فلتستحضر هذا الفضل، وإياك أن يقتصر نظرك على مال تكسبه أو بيت تتأثره أو دنيا تصيبها أو امرأة تنكحها، بل ليكن تكن همتك أعلى من ذلك وأجل من ذلك وأرفع من ذلك، أن تسأل الله أن يجعلك مطيعاً لله في كل حال، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائماً بأمر الله في كل شأن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من الوعد الكريم لهؤلاء القوم، جعلني الله وإياكم منهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. سنلاحظ أن هذا المقطع بداية من هذه الآية يتحدث عن الجهاد في سبيل الله. وقد تقولون: ما مناسبة هذا المقطع للمقطع السابق الذي كان جميعه عن طاعة الله وطاعة رسوله، لما حث النفوس على طاعة الله وطاعة رسوله جاء ميدان الاختبار، هل أنت مطيع لله ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تحب وفيما تكره، في المنشط وفي المكره، فيما ترغب وما لا ترغب؟ الميدان هو الجهاد. ولذلك بعدما انتهى من الطاعة وبين فضلها وأن المخالفين فيها هم المنافقون، ذكر الجهاد في سبيل الله ليبين أنه من الميادين التي تمتحن فيها طاعة العباد. وبالفعل أن تطيع في أن تتزوج ليس مجالاً للطاعة عند كثير من العباد، لأن النفوس ترغب الزواج، وأن تطيع في أن تبحث عن الرزق أيضاً ليس مجالاً للامتحان، لأن النفوس كلها جبلت على طلب الرزق. لكن أن تطيع في أن تخرج من أهلك وتبذل مالك لتجاهد في سبيل الله وترفع راية لا إله إلا الله وتنقذ المستضعفين في الأرض، لأن هذا هو مناسبة ذكر الجهاد في سورة النساء، وهو أن الجهاد يشرع لاستنقاذ المستضعفين. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إيش؟ والمستضعفين، يعني وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وأخذ الحذر يعني أن نأخذ الحيطة فننفر مجاهدين في سبيل الله، لأنك إن لم تأخذ الحيطة فتنفر انتظر أن يأتي العدو إليك
هل تصدقون ما يسمى بالسلام العالمي؟ هذا كله كذب، هذا كله من أجل أن تسكت الأمة الإسلامية ولا تطالب بشيء من حقها، ولا ترفع راية لا إله إلا الله، ولا تدعو الناس إلى عبادة الله. هل سكتوا هم وجلسوا؟ نحن الآن من 300 سنة وبلادنا يدور فيها الكفار مستعمرين ناهبين آخذين من الخيرات يسووننا سوء العذاب، هل تركونا؟ هل جلس الفرنسيون في بلادهم وتركوا الجزائريين؟ هل جلس الهولنديون في بلادهم وتركوا الأندونيسيين عندما استعمروهم 300 سنة؟ ما تركوهم، ولا أحد يترك القتال. ومن قال أن هناك سلم أو سلام عالمي فهو والله يكذب يا إخواني، لا يمكن أن يكون، لأن الله خلق هذه الدنيا مبنية على المدافعة والمقاومة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إيش لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل عظيم. إن لم نقم بخيرنا نحن وننشر ديننا فسيقوم الكفار بدينهم وينشرونه في بلادنا ولن يرضوا. الآن يا إخواني الدول الغربية تصر إصرارا بالغا على أن توقع المملكة وسائر الدول الإسلامية على ما يسمى بميثاق المرأة، والذي يتضمن من ضمن بنوده إباحة الإجهاض وأن الفتاة يعني تتزوج من غير إذن وليها وإلى آخره. لماذا؟ ينشرون عقائدهم وأخلاقهم ومبادئهم، لا ينتظروننا، لأننا نحن قعدنا وقلنا سلام ويجب علينا أن نسالم الناس وأنه ما في ديننا حرب ولا جهاد ولا قتال ولا عنف، ديننا دين التسامح والركوع والخنوع والخضوع والذل، وألا إذا كسروا أجنحتنا دعونا لهم، وإذا بصقوا في وجوهنا سلمنا عليهم، وإذا وطأوا على رؤوسنا دعونا لهم بظهر الغيب، ولا نتكلم بشيء آخر، ولا نقبض السلاح ولا نلمس السلاح ولا نفعل شيء. نعم نفعل ذلك عندما تكون الأمور بأيدينا ويكون الحق والحكم بأيدي المسلمين والتحاكم إلى شرع رب العالمين. يقول الله عز وجل خذوا حذركم فانفروا، انفروا طالبين أعداءكم ناشرين الحق الذي معكم وأنزله الله إليكم، ثبات أو انفروا جميعا. ثبات إما أن يكون معناها فرادة كما قال بعض المفسرين، وإما أن يكون المقصود بها انفروا جماعات صغيرة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عندما يبعث السرايا، أو انفروا جميعا كما حصل عندما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إلى تبوك لأنه كان سيقابل الروم، والروم هي أعظم دولة في ذلك الزمان. وهذا من يعني جمال يعني جمال بعض آيات القرآن عندما تذكر لك المعنى وما يقابله، إذا ما عرفت المعنى انظر إلى ما يقابله. فمنهم مستخف بالليل وسارب بالنهار، إيش معنى سارب؟ ضد مستخف، أي نعم. وهنا انفروا ثبات أو انفروا جميعا كلكم، إذا ثبات معناها وحدات صغيرة أو فرادة. قال وإن منكم لمن ليبطئن، إذن لا يترك الجهاد إلا أناس معروفون، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أعطونا من الغنائم نحن أولى بها من فلان وفلان، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أولئك لم يؤمنوا إيش؟ فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يقول الله وإن منكم لمن ليبطئن، يعني يتخلفن عن الجهاد أو يتباطأ في نفسه ويبطئ غيره، يقول انتظر لا تستعجل، ترى الأمور بالصبر والأناة، ويبدأ يذكرك بفضل الصبر والأناة وعدم الاستعجال في الإقدام على الجهاد في سبيل الله وتلبية نداء الجهاد ورداء النفرة في سبيل الله. قال وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة، إذا أبطأ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، لأنه هو أصلا لا ينظر إلى أجر ولا إلى طاعة الله ولا إلى طاعة رسوله ولا إلى آخرة ولا ينتظر جنة ولا شيء، ينظر إلى المغانم فقط. فإن أصابتكم مصيبة هزمتم
مع عدوكم؟ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي أمكن معهم حاضرا. قال الله ولئن أصابكم فضل من الله، أي غنيمة وخير ورزق، لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني بغض النظر عن انتصاركم فوزكم ما حصل لكم من الخير كل هذا لا يعنيه، يعني شيء واحد، كم حصلتم، ماذا حصل لكم من الغنيمة والخير فقط. لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالفوز عنده هو الفوز بالدنيا، والفوز العظيم الذي جعله الله للمؤمنين بالجنة ليس فوزا عنده ولا عظيما، إنما الفوز العظيم كم أحصل، كم ينالني، كم يدخل في جيبي، ما هي الفوائد العاجلة، أما الآجل فلا حاجة لي به، هذا أتركه لكم، هذا لكم أنتم أيها المؤمنون. قال الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذا أمر من الله عز وجل لكل مؤمن، يشري الحياة الدنيا بالآخرة، يشري بمعنى يبيع، يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الحياة الدنيا ليأخذوا الآخرة. فليقاتل في سبيل الله هؤلاء ضد هؤلاء الذين يبطئون ويتباطؤون، فليقاتل لكن في سبيل الله، لا في سبيل عصبية ولا وطنية ولا حمية ولا شيء من الأغراض الدنيوية العاجلة والمآرب الفانية، وإنما في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وكلمة يشرون تأتي في القرآن بمعنى الشراء وتأتي بمعنى البيع، أما يشترون فلا تأتي إلا بمعنى الاشتراء، قال الله عز وجل إن الله اشترى، مو بشرى، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وحملها بعض المفسرين على أنها فليقاتل في سبيل الله، يعني فليقاتل المؤمنون في سبيل الله، يقاتلوا الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يقاتلون الذين يشرون الحياة الدنيا ويبذلون الآخرة في مقابلها، لا يحبون الآخرة. فالله يأمر المؤمنين أن يقاتلوا أولئك الذين يبيعون الآخرة مقابل عرض من الدنيا قليل، والقول الأول أولى. قال الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الله، لأنه لما أمر بالقتال في سبيل الله بين ماذا يجنيه المقاتل في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، على كل الحالين، في كلا الحالين سيحصل الأجر، قتل أو غلب فغنم، فسوف نؤتيه، ولاحظوا ما قال فسوف يؤتيه الله، قال نؤتيه على وجه التعظيم، وماذا تنتظر من العظيم إلا أن يعطيك ما يليق به وبعظمته جل وعلا. قال أجراً نكره تعظيماً له، مثل ما نكر ناراً فيما أخذناه في المجالس الماضية تعظيماً لها، فسوف نؤتيه أجراً ثم عظمه فقال عظيماً. ثم قال الله عز وجل في سورة الضعفاء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، لماذا لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين؟ فهؤلاء المستضعفون لهم حق عليكم أيها المؤمنون، في أي مكان كانوا وفي أي صقع كانوا لهم حق عليكم أن تنصروهم وأن تعينوهم. طبعا هذا يا إخواني نقوله عندما يكون لنا، عندما يكون للمسلمين قوة ويكون لهم دولة ويكون عندهم، أما أن يأتي فرد من المسلمين يريد أن يذهب لنصرة إخوانه في الصين أو في جنوب اليابان أو في فيجي أو في موريشوس وغيرها يقول أنا أنصرهم بسلاحي، نقول
نقول لا، ما أمر الله بهذا، لأن الله ما أمر بشيء إلا وأمر بجميع لوازمه ومكملاته. مثل من يريد أن يحكم مثلا أو يحكم بالشريعة وهو فرد واحد، طيب كيف تحكم بالشريعة؟ لا يأتيك أحد، فأنت يجب عليك أن تسعى إذا كنت ضعيفا إلى بناء الأمة المؤمنة التي تقوم بهذه الشعائر وتقيم الجهاد في أرض الله. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني وفي سبيل هؤلاء المستضعفين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، لأن المستضعفين كانوا في ذلك الزمان أين هم؟ في مكة. وانظروا ما قال: من هذه القرية الظالمة، لأنها مكة، فشرفها الله عز وجل أن ينسب الظلم إليها، وإنما نسب الظلم إلى أهلها. قال: واجعل لنا من لدنك، يعني هؤلاء الضعفاء يدعون الله ليلا ونهارا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك، من عندك سبحانك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وليا يتولانا ونصيرا ينصرنا ويقوم بمعاونتنا. ثم قال الله عز وجل مؤكدا المعنى الأول الذي ورد في قوله فليقاتل في سبيل الله، ما زال يؤكده، قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والآن يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، المؤمن لا يقاتل إلا في هذا السبيل، في سبيل الله وحده. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل أصنامهم وشياطينهم وبهتانهم وأحكامهم الجاهلية، فقاتلوا أولياء الشيطان، قوموا بقتالهم ولا تدعوهم، لا سلم بيننا وبين أولياء الشيطان. الذي يقول إن هناك سلم وهناك حالة يعني تصالح بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يخالف هذه الآية تماما. قاتلوا أولياء الشيطان، ما داموا أولياء للشيطان وليسوا أولياء للرحمن يجب علينا أن نقاتلهم. إذا كنا لا نستطيع أن نقاتلهم لضعفنا وتفرقنا وذلنا الذي نعيش فيه، فإنه يجب علينا أن نعد العدة لذلك. صلاح الدين عندما أراد أن يحرر بيت المقدس بقي كم يا إخواني؟ بقي قرابة 30 عاما يعد الناس لهذا الأمر العظيم، حتى قال لي أحد المؤرخين في الأردن: انظر، هذه مواطن صلاح الدين وهذه حصونه، بقي يتقدم على مدى 14 عاما، في كل عام يتقدم قرابة 2 كيلو فقط، حتى وصل إلى بيت المقدس وحاصر الصليبيين فيه وأخرجهم بعد أن بقوا فيه 90 عاما. هذا يحتاج إلى إعداد، من الذي يعد؟ من الذي يقاتل؟ إنهم قد يكونون أمة بعدنا، لكن نحن نشارك في ذلك الإعداد عندما نعد ذلك الجيل، وعندما نهيئ الأمة للرجوع إلى دينها. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله، لما أمرنا بقتال أولياء الشيطان بيّن لنا أن الشيطان وكيده ضعفاء، وهذه حقيقة يا إخواني. ولذلك ما التقت صفوف المؤمنين والكافرين في ملتقى يصدق فيه المؤمنون مع الله إلا أنزل الله نصره على عباده، وقل أن تكون هناك معركة بين المؤمنين والكفار إلا كان الكفار أكثر عدداً وأحسن عتاداً، ومع ذلك تكون الغلبة لأهل الإيمان. في اليرموك، في القادسية، في ملاذ كرد، في الزلاقة، في عين جالوت، خذوا ما شئتم، في كل الفتوح، في كل المواقع التي حصلت بين المؤمنين والكفار، هذا يدل على ماذا؟ على أن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآن يا إخواني الشاهد موجود، ليس محرم الماضي، الذي قبله، حاصر العالم إخواننا في غزة واجتمعوا عليهم، وجاء اليهود ومعهم أعظم الأسلحة وأكثرها تقنية وتطور، وحاصروا أناسا تعدادهم 1.5 مليون محبوسين من سنوات لا يصل إليهم شيء من المؤونة إلا بشق الأنفس، حاصروهم من أجل
أن يقضوا عليهم ويزيلوا حكومتهم، وأطافوا بهم من كل جانب، ومنعوا دخول السلاح والخرفان والحليب وكل شيء، ما هو بس السلاح، الخرفان والحليب والماء وكل شيء، ولو استطاعوا أن يجوعوهم فيموتوا جوعا لفعلوا ذلك، ولكن الله عز وجل يرزقهم من عنده. ثم ماذا يا إخواني؟ بدأ اليهود يتحركون ويتقدمون تجاه غزة، فماذا صنعوا؟ ما صنعوا شيئا، بقوا 23 يوما، 23 يوم يا إخواني محاصرين لإخواننا، يريدون أن يتقدموا مترا ما تقدموا مترا، ومعهم السلاح، معهم الطائرات، معهم العالم، وهؤلاء ضعفاء وما عندهم إلا أسلحة، يصنعونها بإيش يا إخواني؟ أكواع ومواسير ومتفجرات داخلية وفحم وسكر وأشياء من صنع محلي، ويبقون 23 يوم محاصرين لغزة، يدكونها ليل نهار، يظنون أنها خلاص ستستسلم بعد ذلك، فما تستسلم، ويطلبون من أهل غزة أن يعلنوا أنهم يطلبون إيش؟ أنهم خلاص يعني كفوا عنا وأننا قد أنهينا الحرب، فيأبى أهل غزة ذلك ويرفضون أن يعلنوا ذلك، فيضطر اليهود إلى أن يعلنوا إنهاء الحرب من طرف واحد. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، سبحان الله، معهم كل هذه الآلة ومعهم كل هذا العتاد وجيوش مدربة وإمكانات هائلة، وفي النهاية ما استطاعوا أن يتقدموا خطوة واحدة. يقال اليهود تقدموا، معكم الدبابات، معهم المركافة يا أخواني، أفضل دبابة في العالم كما يقولون، ما استطاعت تتقدم المركافة مترا واحدا. لماذا؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذه الآية نزلت عتابا لأناس لما كانوا مضطهدين في مكة، كانوا يقولون متى نؤمر بالجهاد، فلما أمروا بالجهاد قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فالله عز وجل يذمهم ويعاتبهم، كيف تفعلون ذلك؟ فهو يقول: ألم تر إلى الذين قيل لهم في مكة كفوا أيديكم لا تقاتلوا، لأن القتال عندما كانوا في مكة كان محرما، وأنتم تعلمون يا إخواني أن الجهاد أحيانا يكون محرما وأحيانا يكون مباحا مأذونا به لمن يظلمنا، وأحيانا يكون واجبا على من يقاتلنا، نقاتل من يقاتلنا فقط، وأحيانا إذا تمكنا صارت عندنا قوة وقدرة وسلاح وعتاد ودولة يجب علينا أن نقاتل كل من لم يستسلم لأمرنا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذا يبين أن الجهاد له مراحل، وأن هذه المراحل ليست منسوخة بل هي باقية في الأمة، باقية لكن بحسب أحوال الأمة، قد تكون منسوخة بالنسبة لأناس غير منسوخة لآخرين من الناس. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لأنه لا يناسبهم الجهاد لضعفهم وقلتهم، ولأنهم في بلد قد اختلطوا فيه بالناس فقد يقتلون الأطفال والصغار، وقد يسيء ذلك إلى دعوتهم وينسبون إلى الإرهاب وغيره، فلا يناسبهم أن يقيموا الجهاد في أرض مثل أرض مكة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، أي فرض عليهم القتال، إذا فريق منهم، فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لما كتبت علينا القتال، نحن لا نريد القتال، نريد الطمأنينة ونريد الاستقرار والسلام والسلم العالمي والشرعية الدولية ونرتاح، ما نبغى العنف والإرهاب والكلام الفارغ الذي نسمعه الآن في الصحافة ووسائل الإعلام، ولا يروج إلا علينا ولا يقال إلا لنا ولا يؤمر به أحد سوانا. قال: لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى
ولا تظلمون فتيلا، أي لا تظلمون إيش مقدار الخيط الذي يكون في شق النواة، قد أريناكم صورته قبل الصلاة. قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت. أنتم خائفون من الموت عندما فرض الله عليكم القتال؟ سبحان الله، من قال لك إن الذي يجاهد في سبيل الله يقتل بكل حال، أو إن الذي يقعد في بيته لا يصيبه القتل؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. امرأة كانت أيام الجهاد الأفغاني الأول عندما كانوا يجاهدون وكانت الدول كلها تجاهد مع المجاهدين، وكان الطالب أو للجهاد يعطى تذكرة لكي يذهب إلى هناك، ذهب أحد الشباب استأذن من أمي وذهب إلى أفغانستان، وكانت خائفة جدا أن يقتل لأنه ليس عندها إلا ابنان وبقي الثاني، فالثاني جاءه حادث عند أمه ومات، والذي كان في الجهاد رجع إليها، فقالت: سبحان الله، الذي كنت أخاف أن يقتل جاءني سالما معافا لم يصب بشيء من الأذى، والذي كان عندي في دار الأمن والسلام مات بين يدي. إذن الموت ما يعرف واحد في المعركة ولا واحد في السلم، يأتي الجميع. قال: أينما تكونوا، في أي مكان يدرككم الموت إذا كتبه الله لكم، ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنتم في قصور مرتفعة ومنيعة جاءكم الموت. وأما قوله وقصر مشيد التي في سورة الحج، فقيل مشيد أي مشيد مثل هذه، والصحيح أن مشيد مبني بالشيد، والشيد هو الجص يزين به البناء كما كان الناس يفعلونه سابقا. قال: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، إذا أصابتهم حسنة من خصب ورزق ومطر وربيع ولادة وصحة وعافية، قالوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك يا محمد، هذا كله بسببك، لو أنكم ما جئتوا بهذه الدعوة ولا جئتم بهذا الدين ما أصابنا الذي نحن فيه، خلونا يا ناس على ما نحن عليه. وهذه يفعلها كثير من الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. مسكين الذي يحاكم المبادئ إلى ما يحدث له في هذه الحياة من أقدار، حتى بعض الناس تحدث له وهو من أهل الإسلام يذهب للحج ثم يصاب في الحج، والله لو أني قاعد عند أهلي كان يمكن ما أصابني هذا الشيء، سبحان الله، ما يصير يا أخي هذا، والله لو كنت قاعد في بيت أمك وفي أحسن مكان ها وعلى الحرير لأصابك الذي قدر الله لك. قال: وإن تصبهم سيئة، أي قحط وبلاء ونقص وموت ومرض، يقول هذه من عندك، يتشاءمون برسول الله. قال الله عز وجل: قل كل من عند الله، ما يكون شيء إلا بقدر الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما عندهم شيء من الفقه، لو فقهوا لما قالوا هذا الذي قالوا. قال الله: ما أصابك يا محمد من حسنة فمن الله، هي فضل من الله، رزق، سعة، خير، وحي، كله من الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إيش معنى فمن نفسك؟ يعني فبسبب من نفسك، هي بتقدير الله، لكن سببها كان منك لأنك قصرت في طاعة الله. وبهذا نعرف الفرق بين الآيتين لأنها تشكل على بعض الناس، لماذا قال في الآية الأولى قل كل من عند الله، أي قل كل من عند الله خلقا وتقديرا، وهنا فمن نفسك أي بسبب نفسك، لأنه ما يصيبك من مصيبة هم ولا حزن ولا مرض ولا فقر إلا كان ذلك بسبب ذنوبك. قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا، ما عليك إلا أن تبلغ الرسالة يا محمد، وليس عليك أن يهتدي هؤلاء أو أن يطيعوا. قال: وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه أبلغ آية في الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله جل وعلا، لأن رسول الله لا يمكن أن يأمر إلا بما يحبه الله ويرضاه. ومن تولى يا محمد فما أرسلناك عليهم حفيظا، إيش؟ إن عليك إلا البلاغ، وليس عليك أن يؤمن الناس، هذه ليست مهمتك وليس إليك، ولم يجعل الله أمرها إليك. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: ويقولون، أي يقول هؤلاء الناكفون المبطئون المعوقون عن الجهاد الذين يقولون لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ويقولون طاعة، إذا حضروا عندك قالوا نحن نطيعك، فإذا برزوا أي ذهبوا بعيدا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا غير ما قلت لهم وغير ما أمرتهم به، وأسروا في البيات أي في الليل شيئا غير الذي كانوا يقولونه لك في النار. والله يكتب ما يبيتون، مثل يعلم يكتب لماذا؟ يحصيه فيعاقبهم عليه. فأعرض عنهم، لا تبالي بهم يا محمد، وتوكل على الله، فإن نصرك يأتي من عند الله لا من عندهم. لا تظن أنهم إذا خذلوك خذلوا دينك وخذلوا ربك، إنما خذلوا أنفسهم، خذلوا أنفسهم. قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ لو تدبروا القرآن فيه أي اختلاف. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ذكر خصلة من خصالهم، وهو أنهم عندما يسمعون خبرا ولو كان في هذا الخبر أذى على بعض المؤمنين يسارعون في نشره. فعندما يسمعون أن المسلمين قتل منهم فلان وفلان وفلان يأتون: سمعنا أنه قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. يا أخي، هذا الخبر لا يصلح أن يذاع الآن ولا أن يشاع، لأنه يفت في عضد المؤمنين ويصيبهم بشيء من الحزن والأسى. أو يأتون يا إخواني ويجلسون فيما بينهم يتسارون ويشيرون إلى فلان وفلان، فيظن من له أخ في الجهاد أن أخاه قد قتل. فالمهم، يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه وأعلنوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي حديث المغيرة قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولو ردوه، أي ردوا هذا الأمر إلى الرسول، فسألوه: يا رسول الله، أحقا هذا؟ هل نذيعه ونقوله للناس؟ وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وعرفوا حقيقة هذا الأمر الذي جاء ولا يدري الناس ما حقيقته. وقد حصل لعمر أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء ينظر هل هذا حق أو لا. فلما جاء استأذن على رسول الله فلم يؤذن له، ثم جلس مع الناس، ثم عاد مرة أخرى فاستأذن، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: يا رسول الله، طلقت نساءك؟ قال: لا. فخرج عمر يبشر الناس. قال: فأنزل الله عز وجل قوله: ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأنا ممن يستنبطونه، أو من أولي الأمر الذين يستنبطونه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان في ترك الجهاد وعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا قليلا منكم سيطيعون رسول الله، لأن الله يوفقهم ويهديهم، ولكن الله ذو فضل عظيم، تفضل عليكم ورحمكم ولم يؤاخذكم ببعض ما قلتم ولا ببعض ما فعلتم، فهداكم إلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في أول المقطع: إيش؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الآن ينتهي المقطع بقوله: فقاتل إيش؟ في سبيل الله. بدأ بالأمر بقتال بالقتال في سبيل الله وختم به. على عادة القرآن، الله نزل أحسن الحديث إيش؟ كتابا متشابها إيش؟ مثاني تثنى فيه الأوامر والأخبار والأحكام مرة بعد أخرى،
ليش؟ ليعقلها الناس وليعلموها وليستيقنوها. قال: فليقاتل في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله. هذه أعظم قضية، وهي أن يكون قتالنا لا لعصبية ولا لمبادئ أرضية ولا لدنيا مؤثرة، وإنما ليكون لإعلاء كلمة الله. لا تكلف إلا نفسك. الذي كلفك الله إياه وسيسألك عنه يوم القيامة هي نفسك فقط. أما الناس عظهم وأمرهم بلغهم، إن أطاعوا فذلك خير منهم على أنفسهم، وإن عصوا فلن ينالك من عصيانهم أي شيء. قال: وحرِّض المؤمنين، حثهم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يعني متى قاتلتم في سبيل الله وحرَّضتم المؤمنين فإن الله سيكف بأس الكافرين. ما الذي يجعل بأس الكافرين يا إخوان شديداً علينا الآن؟ يتآمرون ويفعلون ويعيثون في بلادنا فساداً وينهبون خيراتنا، لأننا لم نقاتل في سبيل الله ولم نحرِّض المؤمنين. قال: عسى الله، وعسى من الله إيش؟ واجب أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً، وهنا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من شفع في أمر شفاعة حسنة كان له قسط من أجرها، بل له مثل أجرها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، نصيب ومقدار معين من سوءها وسيئتها. قال: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي حفيظا وحسيبا وشاهدا جل جلاله. إذن إياك أن تشفع أو تتكلم إلا في أمر ترجو منفعته عند الله، فإن الله شاهد وحافظ وحسيب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. متى حييتم بتحية فعليكم أيها المؤمنون أن تحيوا الناس بأحسن منها، لتكونوا كراما في ردكم. فإذا قال لك السلام عليكم قل: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقل: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وفقك الله وهداك الله ويسر الله أمرك، وصباح الخير وصباح الفل والورد، لتكون أتيت بتحية أزيد من تحية من حياك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو على أقل الأحوال ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد أصدق من الله. والله يا إخواني إننا أمام كلام لا يمكن أن يوجد في العالم كله منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم أصدق منه، وهو حديث الرب سبحانه وتعالى. تأملوه وتدبروه وتملوه، وأعيدوا قراءته مرة بعد أخرى لتروا أنكم بحاجة إلى أن تفهموا هذا القرآن. لو أفنينا أعمارنا في قراءة سورة وتفهمها لما كان ذلك كثيرا. فكيف ونحن يا إخواني أمام كتاب عظيم فيه من العجائب والغرائب والعلوم والهدى والحق والنور المبين ما لا يقادر قدره ولا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعود إلى كتاب الله وأن نستجيب لأمر الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبهذا نختتم مجالسنا في تفسير سورة النساء في هذا اليوم المبارك والمكان الطيب الشريف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم
متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.